طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. اليوم جاي لكم مقطع جديد. طبعا المقطع اليوم عبارة عن هاوف تو مع امين. امين طبعا راح يساعدني عشان اشرح لكم الاشياء اللي راح اعلمكم اياها هنا. اول الاشياء هاي هي طبعا دبليو تاب والاس تاب ستريفنج يب ريبلوكيد والايمنج ايمنج يب لا تعرف كيف تايم والسي بي اس. عاد السي بي اس راح شو اسمه اخليه للمقطع الجزئي راح احط لكم رابط مقطع الجزئي عن اللي بيشرح لكم في جتر كليك فيب وراح علمكم. يمكن اخلي الاندر بيل لمقطع ثاني لانها صعبه شويتين الشرحها خصوصا بسيرفر يزون لانها شويتين خربة فيب. طبعا هسه يوبت كم شوفوا هسه بدي اشرح لكم اول شيء شو الفايد دونت عادي مو بدي اشرح لكم هسه شو الفايد ليش الدبليو تاب والاس تاب والستريبنج وكذا. الدبليو تاب بسوي لك ريسيت للسبرنت باك. شو قصدي بالسبرنت؟ يعني طلعوا احس المعثر اقعد اضرب بامن دقيقه طلعوا كيف يعني بضل ملزق فيه زي ما انتم شايفين دامن ملقلق عشان اقعد بعطيكم بوات بس يب زي ما تشوفون يعني مش قاعد بطير هذاك الاشي بس لما العب دبليو تاب طلعوا وقف طلعوا كيف قاعد بطير مني عارفين قاعد بطير بس لما اقعد اسوي هيك طيب ما بطير عشان يعني بقدر اضرب ابني وهو بيجي يضربني بس انا لما اضغط دبليو اوكي لما انا اضغط دبليو هو بطير من الحكي نفس القصه مع البلوك هيد والستيفن وكل شيء طيب يبت ممكن اسوي بوتاب هسه او شرب اصلا راح راح نضرب هسه راح العب بس دبليو دبليو عادي دبليو جات طبعا امن ملقلق عشان هيك قاعد بيبنى بس لما ما مثلا بدي اضغط شو اسمه صديم بدك تخش على واحد ثاني مش ملقلق عادي ما راح يطير فايب هسه بدي العب دبليو تاب انا اوكي طلع الكومبو اللي راح يعطي اياه راح العب دبليو تاب وستريفنج تاب طبعا انا من نرمية بس لاعب كثير قوي بس مشكلته هسه ملقلق وانا قاعد بستغله زي ما قاعدين تشوفوا الدبليو تاب قاعد بخليه يطير مرة وهم اظن هو اصعب اشي منهم عشان تضبطهم هو التايمينج تبعها يب هيك You need to know like when you're gonna use it. يعني التام يعني ما يعني انا هم اغلب يب اغلب الناس يستعملوه قبل ما يضربه قبل ما يضربه يعني لما اول ما يضربه عشان تطير بس لما تظلك قاعد تسويها سبام هيك ما راح تشتغل شوف بس لما تسوي لها تايم هيك مثلا طخ 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 شوف قاعد كيف قاعد يطير نفس القصه مع كل شيء طيب مثلا السريفنج من الحكي يعني عادي تقدر تسوي لها دبل تاب اوكي بس تسوي له هيك سبامينج ما في منه فائده طيب هسه راح ما بعرف شو هسه اعطيكم كم لقطه واحنا قاعد وانا قاعد بلعب فيهم او دام دام طبعا الاشياء الثانيه المتعمقه كثير راح اخليها لمقطع ثاني بعديك يبدا مقاطع الحالة دايم السيف اكسر اللاجنج اصر الزوم طبعا عشان هيك معلق لا بمزح اصر الزوم ذا بيست الزوم صالح عند ربيع البليز sometimes it don't even work طبعا شكرا شكرا كثير ل 900 مشترك ما بقى لنا شيء عشان نوصل 1000 مشترك هو حلمي حاليا يب يلا نشوفكم يا مان سلام. Sometimes he would go away too. Then one night his
smile. Told me he wanted to talk for a while. He said, Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. And ever since that day. They call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. In these fast times, chasing lifelines for a lifetime. Had my heart in the right place at the wrong time with the right girl in another world. Maybe we would be together still. If you hate us and resent that, I don't give a shit, I'll let it spill. I don't give a damn, I'll keep it real. Cause by now I hope you know the drill. I would never lie, young forever, I ain't ever gonna die. Told me grow up and I went and showed them why I could make it. I showed them the power in youth, power in truth. The younger you stay, the closer you are to your roots. That's the reason I know. I can teach you how to hit the skies, rise above them without getting high. But if it help a bit, take a little hit, take a little sip. Put your mind at ease, where you got the keys. You can have your dreams, that's up to you, not what others believe. Jeez, I swear that's the part that's the longest for me. Cause when I drop into a beat, I detach from the world, view it under my feet. Orbit around my dreams, and there I perceive my reality and what it means. Music is where I can breathe, the world in between. What I am, what I was, what I will be. It's the only place that I feel free, hope you feel me. Alone, I found company inside a song. Take it off your chest, throw it in a poem. If they try to flex, show them where you going. Hating on your past, kill them with your moment. When you get the chance, drop it like you stole it. She said, I don't wanna grow up. I gotta go keep my passions alive. Please say you've heard of a place I can fly where nothing's impossible. That's where I gotta go. They said the only way up was to get in line. I'm telling you that somebody lied. As someone who's been to the other side, blurring the lines between earth and mind. She's a lost girl in a lost world, but I know what she's trying to find. Some call it music. Call it Neverland, where we can take flight and don't have to ever land. You can stay young forever if you follow your heart. No one 9 to 5, tear the soul apart. Keep it safe, you can keep your soul in art. We can live alive, we would rather die. If I don't live for this, I am not alive. I don't deserve the breath, I don't deserve the steps. Don't deserve the criticism or compliments. This is who I am, this is what I do. Outside of Neverland. Shabab back, my man, اللي توي لعبت معه من يب ومين المهم حاليا انا جاي هنا عشان قابل الحين انت خلينا نقول رحت عند مقطع لزيوكيا علمت كيف تسوي جيتك لك جيب 15-16 سباس مثلي جيت كذا فالحين اشتغل بطفلاي مهم فخلينا نقول انك هيك رحت ومتحمس حالتك حالي خشيت عقيم تكتبت واحد كومبيك بس بالدابي مش قادر ترب عليهم اوكي في واحد ديك تخلو تيجي هون مثل ماين كلاب حطيت ديسكريبشن لو اظن ايش احط لكم ابي ريفلز لانه حاليا تحت صيانه اظن يس كيكا طيب وبس تدخلوا الان رانك تقابل هاي وتقعد تلعب طبعا ايش يجي هاي اللعبه ما راح تركز اي شيء ثاني الا على الايم وتطلع قدام كومبوات هاي اللعبه عباره عن تدريب بتدريب وكل خشينا لما تشوفون ماكو دريعين اي هاي دريعين جولدن ومن الحكي تشرب سبيدك وسترينكثك وبدنا على البل تبعتك وبس تضغط لك ضرب فيه عشان ايمك يتحسن يا اسف على الدروب طبعا يا اوكي قاعد عندنا طبعا يجي لك تتعود على الدبليو تاب والاستاب عشان شو اسمه تقارن حالك فيه طلع الكومبو قبل شوي تطق اياه طيب طبعا انا عندي كرر
يا جماعة الخير، عبا ناس أفضل مني، معبا أنا يدوبني يمكن أعتبر حالي من أفضل عرب طيب، بس معبا ناس أفضل مني معبا. لا تعب تبروني من أفضل الناس في العرب، وحتى لو أني وكنت منهم يعني ما أحب أن أتقارن بالناس كذا. الضرب الدنقس قلبه نص. مهم تعالوا هون تدربوا، طبعا أنا مش مركز في الجيم مرة. طيب تعالوا هون تدرب مثلا ولا اي زي هيك، طبعا ما يهمك تصفكم. بدلت كلمتي السريع، طبعا المقطع الجاي راح اشرح لكم كيف تسووا كويك بوت اب وكيف تحافظوا البوتات تبعتكم ما تكسرها. وبس خلاص نخلص شرح البوتات من الانتل، انا كل راح اكون بالمقطع الجاي. طيب هم قاعد بنفلد، لا لازم احول سطري هاردر او شيء. كلوز مرة كلوز. فان ضدنا عليه ام ما شاء الله. هم زي ما عنده قاعد لو بطفي شغال والله ما في شيء اضرب بس. يا بصور الساعة 5 الفجر رمضان. anyway. هم زي مش قاعدين تشوفوا هاي، بس انا قاعد بضرب هسه قاعد بتدرب. عشان هيك اللعبة هاي من أفضل الألعاب صراحة. يب يجي زبد، أنا شويتين تعبان عشان كذا ما حتى مو بعطي شيء للعبة اهتمام. طيب نفس القصة، هذه اللعبة راح تدربك عليها مرة، يعني أنت لو تجلس عليها بس باليوم 10 أيام تلعب طيب تحاول تحسن إيمك راح تلاحظ فرق. حاليا انا جاي اصور 5 الفجر وداخل سر الاوروبا ما في لعيبه. طيب المهم هذا هو كل المقطع طبعا كان، وبالمقطع الجاي راح اشرح لكم كيف طيب شو اسمه ترموا البوتات حقتكم بسرعه وكيف تستعملوا الاندر بيل. طيب شوفوا هذا سر الاوروبا سيرفر امريكا، جاي اصور مره متاخر. وطبعا وصلنا نهايه المقطع، اتمنى انكم استفدتوا من الشرح ونشوفكم بالمقاطع الجايه. مع السلامه.